بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتي الأعزاء بكلية تقنيات الطاقة شخرة، اليوم الاثنين 11 رمضان 1441 هجرية الموافق 4/5/2020 ميلادية، المادة اللغة العربية الفصل الأول، اليوم مع المحاضرة الثالثة وهي بعنوان أهمية البلاغة في التذوق الأدبي. أهمية البلاغة في التذوق الأدبي. عناصر المحاضرة: عنصر أول مفهوم التذوق الأدبي، اثنين تعريف كلمة التذوق، ثلاثة تعريف التذوق الأدبي، أربعة تعريف البلاغة لغة واصطلاحا، خمسة أهمية البلاغة في التذوق الأدبي، ستة المناقشة. اليوم من خلال هذه المحاضرة نتعرف على كلمة التذوق كلمة عامة، وما مفهوم الأدب، وما هو الفن، وما أهمية البلاغة في التذوق الأدبي أو التذوق الفني. نقول الأدبي أو الفني. اليوم نبدأ بالعنصر الأول من عناصر المحاضرة اللي هو مفهوم التذوق الأدبي. مفهوم التذوق الأدبي. أولاً، كلمة التذوق ككلمة عامة، كلمة التذوق ككلمة عامة في معجم اللغة، بمعنى التذوق، بمعنى الحاسة التي تميز بها طعم الأشياء. التذوق الحاسة التي تميز بها طعم الأشياء بواسطة الجهاز الحسي في الفم ومركزه اللسان. إذا التذوق ككلمة عامة، التذوق هي الحاسة التي تميز بها طعم الأشياء بواسطة الجهاز الحسي في الفم ومركزه اللسان. يعني اللسان هذا مركز الحس، التذوق عن طريق اللسان تتذوق الأشياء، هذا مالح وهذا حار، هذا بارد، هذا مر، وهكذا. إذن التذوق ككلمة عامة معناها هي الحاسة التي تميز بها طعم الأشياء بواسطة الجهاز الحسي في الفم ومركزه اللسان. هذا بالنسبة لكلمة التذوق كلمة عامة. نأتي إلى كلمة الذوق. الذوق هي حاسة معنوية. التذوق حاسة مادية، الذوق حاسة معنوية يصدر عنها انبساط النفس وانقباضها لدى النظر في أثر من آثار الفن والأدب. الذوق هي حاسة معنوية يصدر عنها انبساط النفس وانقباضها لدى النظر في أثر من آثار الفن والأدب. أي عندما تنظر إلى أدب أو فن، بيت شعر، إلى جمال، إلى ينقبض القلب، ينبسط وينقبض. فهذا الانقباض هي هذه هي الحاسة التي تعرفها بالذوق. إذن الذوق هو حاسة معنوية يصدر عنها انبساط النفس وانقباضها لدى النظر في أثر من آثار الفن والأدب. هنا يرى النقاد أن الذوق في أصله لابد فيه للإنسان استعداد فطري، في أصله استعداد كل إنسان عنده، ولكن لابد للإنسان فيه، ولكن لابد لهذا الاستعداد من ثقافة أدبية تنميه. هذا الذوق اللي عند كل إنسان لابد من ثقافة أدبية تنميه، ويكون ذلك بممارسة الأدب والشعر والنثر، بممارسة الأدب الشعري والنثري، وبمخالطة هذا الأدب الذي يتنبه إليه الناقد إلى خصائص الأدب وما له من مزايا. فعن طريق الاستعداد والمخالطة للأدب يتربى الذوق الأدبي، عن طريق المخالطة للأدباء والكتاب والشعراء، ممارسة الشعر، ممارسة الأدب، هذا ينمي حاسة الذوق الأدبي عند الشخص. إذن هنا لابد أن نعرف الآن إيش هو الأدب، كيف نتذوق الأدب، مفهوم الأدب ما هو. أولا الأدب
كما عرفه الكتاب هو له تعريفان في هذه المذكرة. المذكرة عندنا الآن تعريفان، تعريفان نتطرق لهما، تعريفان للفن، تعريفان للأدب، وتعريفان للتذوق الأدبي. نأتي إلى التعريف الأول للأدب. الأدب شو هو الأدب؟ الأدب ما هو الأدب؟ الأدب هو كافة الآثار اللغوية التي تثير إحساسات جمالية وانفعالات عاطفية. التعريف الأول للأدب هو كافة الآثار اللغوية التي تثير إحساسات جمالية وانفعالات عاطفية. كذلك عرف تعريف آخر للأدب. ما هو الأدب؟ هو الكلام الجيد من الشعر أو النثر الذي يثير شعور المتلقي. هو الكلام الأدب هو الكلام الجيد من الشعر أو النثر الذي يثير شعور المتلقي قارئا كان أو مستمعا، ويحدث فيه لذة كاللذة التي تحس عند سماع الغناء أو الموسيقى أو رؤية الجمال. إذا الآن عندنا تعريفين للأدب. التعريف الأول هو كافة الآثار اللغوية التي تثير إحساسات جمالية وانفعالات عاطفية. التعريف الثاني هو الكلام الجيد من الشعر الذي يثير شعور المتلقي قارئا كان أو مستمعا، ويحدث به لذة كاللذة التي تحس عند سماع الغناء أو الموسيقى أو رؤية الجمال. هذا بالنسبة لتعريف الأدب. نأتي الآن إلى تعريف التذوق الأدبي. عرفنا الأدب، لأن كيف نتذوق أدبا؟ تعريف التذوق الأدبي كذلك له تعريفان. التعريف الأول هو قدرة التذوق الأدبي. كيف هذا عنده تذوق أدبي؟ لأن قدرة المتعلم على تناول النص، قدرة المتعلم على تناول النص بالتذوق والتحليل من خلال إدراك نواحي الجمال ودقة المعاني وفهم التراكيب ودلالاتها وتحديد قيمة الصور البيانية والتفطن إلى العبارات المبتكرة والتحليل الأسلوبي للنص ونقد عناصر التجربة الشعرية وإقداره على إصدار الأحكام على النص. إذن التذوق الأدبي، ما هو التذوق الأدبي؟ هو قدرة المتعلم على تناول النص الأدبي بالتذوق والتحليل. معنى الشخص عنده قدرة على أن ينقد هذا النص، يعني عنده نص من الشعر، أبيات من الشعر، يستطيع أن يقرأها ويستطيع أن ينقدها، له القدرة على ذلك، يستطيع أن يدرك نواحي الجمال فيها، يحدد الصور البيانية فيها. هذا هو التذوق الأدبي. هذا التعريف الأول. التعريف الثاني للتذوق الأدبي هو الملكة التي يستطيع الإنسان من خلالها الفرد. التذوق الأدبي هو الملكة. ملكة يعني طبيعة الإنسان، كل إنسان عنده هذه الملكة. الملكة التي يستطيع من خلالها الفرد تقدير الأدب والمفاضلة بين شواهده ونصوصه وعرض عيوبه ومزاياه. التعريف الثاني للتذوق الأدبي هو الملكة التي يستطيع من خلالها الفرد أن يقدر الأدب مفاضلة بين شواهده ونصوصه وعرض عيوب ميزانه. معناها عنده نص من الشعر، يستطيع هذا بملكته يستطيع أن يفاضل بين نص ونص، ويستطيع أن يصدر على الأحكام، يستطيع أن يعرف العيوب والمزايا. إذن التعريف الثاني للتذوق الأدبي هو الملكة التي يستطيع من خلال الإنسان أو الفرد تقدير الأدب والمفاضلة بين شواهده ونصوصه وعرض عيوبه ومزاياه. نعيد الآن، أولا نعيد تعريف الأدب وتعريف التذوق الأدبي. تعريف الأدب قلنا له تعريفان مثل ما عندنا في المذكرة. تعريف الأدب أولا قدرة المتعلم، تعريف الأدب هو كافة الآثار اللغوية. التعريف الأول كافة الآثار اللغوية التي تثير إحساسات جمالية وانفعالات عاطفية. التعريف الثاني للأدب هو الكلام الجيد من الشعر أو النثر الذي يثير شعور المتلقي قارئا كان مستمعا، ويحدث به لذة كاللذة التي تحس عند سماع الغناء والموسيقى أو رؤية الجمال. كذلك للتذوق الأدبي تعريفان. التعريف الأول للتذوق الأدبي هو قدرة المتعلم على تناول النص الأدبي بالتذوق والتحليل
من خلال إدراك نواحي الجمال ودقة المعاني وفهم التراكيب ودلالاتها وتحديد قيمة الصور البيانية والتفطن للعبارات المبتكرة والتحليل الأسلوبي للنص ونقد عناصر التجربة الشعرية وإقدار على إصدار الأحكام على النص. التعريف الثاني للتذوق الأدبي هو الملكة التي يستطيع من خلالها الفرد تقدير الأدب والمفاضلة بين شواهده ونصوصه وعرض عيوبه ومزاياه. إذا الآن عرفنا مفهوم التذوق كلمة عامة ومعنى الذوق، وعرفنا التذوق الأدبي مفهوم التذوق الأدبي وعرفنا الأدب. نأتي الآن شنو علاقة التذوق الأدبي أو الأدب بالبلاغة. قبل ما ندخل لهذا الموضوع أولا لابد أن نعرف البلاغة، أشياء البلاغة، تعريف البلاغة في اللغة وفي الاصطلاح. تعريف كلمة البلاغة لغة، تعريفها في اللغة تدور حول بلاغة معناها لغة وصول الشيء إلى غايته ونهايته، بلاغة وصول الشيء إلى غايته ونهايته أو إيصال الشيء إلى غايته ونهايته. تقول بلغ الشيء يبلغ بلوغا وبلاغا إذا وصل وانتهى إلى غايته، وتقول أبلغت الشيء إبلاغا وبلاغا وبلغت تبليغا إذا أوصلته إلى مراده ونهايته. إذن تعريف عام للبلاغة لغة هو وصول الشيء إلى نهايته، بلغه يعني وصل إلى نهايته. إذن البلاغة تعريفها لغة هو وصول الشيء إلى غايته ونهايته. تعريف الاصطلاح ما اصطلح عليه العلماء علماء اللغة، تعريف الاصطلاح عندنا هنا في المذكرة ثلاث تعريفات. تعريف البلاغة اصطلاحا عندنا ثلاث تعريفات، اللي هو تعريف اللغويين القدامى، وتعريف الشاعر علي الجارب، وتعريف التربويين. تعريف اللغة عفوا تعريف البلاغة اصطلاحا له ثلاث تعريفات، تعريف اللغويين القدامى، تعريف علي الجارب او الشاعر علي الجارب الكاتب المصري، وتعريف التربويين. نأتي إلى تعريف البلاغة اصطلاحاً عند القدامى، عند اللغويين القدامى يقولون البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى حال من يخاطب به، مطابقة الكلام لمقتضى حال من يخاطب به مع فصاحة مفرداته وجمله وأصابته مواقع الاقتناع من العقل والتأثير من القلب. إذن تعريف البلاغة اصطلاحاً عند اللغويين القدامى قالوا هي مطابقة الكلام لمقتضى حال من يخاطب به، مطابقة الكلام لمقتضى حال من يخاطب به مع فصاحة مفرداته، هذا الكلام يكون فصيح في مفرداته وجمله وإصابته مواقع الاقتناع من العقل والتأثير من القلب. التعريف الثاني للبلاغة اصطلاحاً للشاعر علي الجارب قال البلاغة هي تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة لها في النفس أثر خلاب مع ملاءمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبون. تعريف الشاعر علي الجارب للبلاغة قال هي تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة لها في النفس أثر خلاب مع ملاءمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبون. التعريف الثالث للبلاغة اصطلاحا هو تعريف التربويين قالوا البلاغة هي علم يحدد القوانين التي تحكم الأدب والتي ينبغي أن يتبعها الأديب في تنظيم أفكاره وترتيبها وفي اختيار كلماته والتأليف بينها في نسق صوتي معين. تعريف الثالث للبلاغة اصطلاحا تعريف التربويين القدامى، تربويين قالوا هي علم، البلاغة علم يحدد القوانين التي تحكم الأدب والتي ينبغي أن يتبعها الأديب في تنظيم أفكاره، هذه القوانين يتبعها الأديب في تنظيم أفكاره وترتيبه وكذلك في اختيار كلماته والتأليف بينها في نسق صوتي معين. إذن هنا تعرضنا الآن لتعريف البلاغة اصطلاحاً
إلى ثلاث تعريفات. أولاً تعريف البلاغة لغة، قلنا تعريف البلاغة لغة هي إيصال الشيء إلى غايته أو نهايته، هذه هي البلاغة. بلاغة وصل إلى نهايته يعني بلغ نهايته. التعريف الاصطلاحي له ثلاث تعريفات، تعريف اللغويين القدامى، تعريف الكاتب والشاعر الجارب، تعريف التربويين. تعريف اللغويين القدامى قالوا مطابقة الكلام لمقتضى حال من يخاطب به مع فصاحة مفرداته وجمله وإصابة مواقع الاقتناع من العقل والتأثير من القلب. عرفها علي الجارب قال تأدية المعنى الجليل واضحة، تأدية المعنى الجليل واضحة بعبارة صحيحة فصيحة لها في النفس أثر خلاب مع ملائمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبون. تعرفها التربويون بأنها علم يحدد القوانين التي تحكم الأدب والتي ينبغي أن يتبعها الأديب في تنظيم أفكاره وترتيبها وفي اختيار كلماته والتأليف بينها في نسق صوتي معين. إذن الآن عرفنا مفهوم البلاغة لغة واصطلاحا. نأتي الآن إلى أهمية البلاغة في التذوق الأدبي. أهمية البلاغة في التذوق الأدبي. للبلاغة أهمية كبيرة في التذوق الأدبي. البلاغة لها أهمية في التذوق الأدبي. الصور البلاغية والبيانية التي أجدها في النص الشعري، هذه الصور البيانية البلاغة لها دور فيها. أولا للبلاغة أهمية في التذوق الأدبي اللي هي تتمثل في تربية القدرة على الإحساس بعناصر الجمال. أهمية البلاغة في التذوق الأدبي هي تربية القدرة على الإحساس بعناصر الجمال الأدبي في النصوص الأدبية الرفيعة. الأهمية الثانية تربية القدرة على فهمها وتذوقها وعلى محاكاة بعضها في إنشاء الكلام، والقدرة على الإبداع والابتكار لدى الذين يملكون في إطار استعداد شيء من ذلك. الثالثة، الأهمية الثالثة لأهمية البلاغة في التذوق الأدبي هي قدرة الطلاب على التذوق الأدبي للنصوص الأدبية. قدرة الطلاب على التذوق الأدبي للنصوص الأدبية واكتساب المتعة والسرور عند قراءتها وتمدهم بمعايير الحكم على الإنتاج الأدبي ومقومات الجمال الفني والمهارات التي يمتاز بها الأديب. مما سبق شرحه يتضح لنا أن البلاغة لها أهمية كبيرة باعتبارها وسيلة لابد منها لتذوق الجمال الفني. لابد منها لتذوق الجمال الفني في الإنتاج الأدبي. لذلك نجد أن خير دليل على أهمية البلاغة، خير دليل على أهمية البلاغة ومنزلتها العظيمة التي لا تدانيها منزلة فن آخر ولا تدانيها منزلة فن آخر من فنون العربية، من أن المعجزة الكبرى لدينا وهي القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه من البلاغة وهو إعجاز بلاغي وبياني فوق طاقة جميع البشر مهما وصلت بلاغتهم وفصاحتهم. وصدق القائل سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن من خلال الشرح المختصر جدا لهذه المحاضرة تعرفنا الآن على مفهوم التذوق والتذوق الأدبي، وعرفنا معنى الأدب والعلاقة بين الأدب والتذوق، وعرفنا تعريف البلاغة لغة واصطلاحا، كما عرفنا أهمية البلاغة في التذوق الأدبي. الآن نأتي إلى المناقشة. بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتي الأعزاء بكلية تقنيات الطاقة شخرة، اليوم الاثنين 11 رمضان 1441 هجرية الموافق 4/5/2020 ميلادية، المادة اللغة العربية الفصل الأول، اليوم مع المحاضرة الثالثة وهي بعنوان
أهمية البلاغة في التذوق الأدبي. أهمية البلاغة في التذوق الأدبي. عناصر المحاضرة: عنصر أول مفهوم التذوق الأدبي، اثنين تعريف كلمة التذوق، ثلاثة تعريف التذوق الأدبي، أربعة تعريف البلاغة لغة واصطلاحا، خمسة أهمية البلاغة في التذوق الأدبي، ستة المناقشة. اليوم من خلال هذه المحاضرة نتعرف على كلمة التذوق كلمة عامة، وما مفهوم الأدب، وما هو الفن، وما أهمية البلاغة في التذوق الأدبي أو التذوق الفني. نقول الأدبي أو الفني. اليوم نبدأ في العنصر الأول من عناصر المحاضرة اللي هو مفهوم التذوق الأدبي. مفهوم التذوق الأدبي. أولا، كلمة التذوق ككلمة عامة، كلمة التذوق ككلمة عامة في معجم اللغة، في معجم اللغة بمعنى التذوق، بمعنى الحاسة التي تميز بها طعم الأشياء. التذوق الحاسة التي تميز بها طعم الأشياء بواسطة الجهاز الحسي في الفم ومركزه اللسان. إذا التذوق ككلمة عامة، التذوق هي الحاسة التي تميز بها طعم الأشياء بواسطة الجهاز الحسي في الفم ومركزه اللسان. يعني اللسان هذا مركز الحس، تذوق عن طريق اللسان تتذوق الأشياء، هذا مالح وهذا حار، هذا بارد، هذا مر، وهكذا. إذا التذوق ككلمة عامة معناها هي الحاسة التي تميز بها طعم الأشياء بواسطة الجهاز الحسي في الفم ومركزه اللسان. هذا بالنسبة لكلمة التذوق كلمة عامة. نأتي إلى كلمة الذوق. الذوق هي حاسة معنوية. تذوق حاسة مادية، الذوق حاسة معنوية يصدر عنها انبساط النفس وانقباضها لدى النظر في أثر من آثار الفن والأدب. الذوق هي حاسة معنوية يصدر عنها انبساط النفس وانقباضها لدى النظر في أثر من آثار الفن والأدب. أي عندما تنظر إلى أدب أو فن، بيت شعر، إلى جمال، إلى ينقبض القلب، ينبسط وينقبض. فهذا الانقباض هي هذه هي الحاسة التي تعرفها بالذوق. إذن الذوق هو حاسة معنوية يصدر عنها انبساط النفس وانقباضها لدى النظر في أثر من آثار الفن والأدب. هنا يرى المقال أن الذوق في أصله لابد فيه للإنسان استعداد فطري، في أصله استعداد كل إنسان عنده، ولكن لابد للإنسان فيه، لابد للإنسان فيه، ولكن لابد لهذا الاستعداد من ثقافة أدبية تنميه. هذا الذوق اللي عند كل إنسان لابد من ثقافة أدبية تنميه، ويكون ذلك بممارسة الأدب والشعر والنثر، بممارسة الأدب الشعري والنثري، وبمخالطة هذا الأدب الذي يتنبه إليه الناقد إلى خصائص الأدب وما له من مزايا. فعن طريق الاستعداد والمخالطة للأدب يتربى الذوق الأدبي، عن طريق المخالطة للأدباء والكتاب والشعراء، ممارسة الشعر، ممارسة الأدب، هذا ينمي حاسة الذوق الأدبي عند الشخص. إذن هنا لابد أن نعرف الآن إيش هو الأدب، كيف نتذوق الأدب، مفهوم الأدب ما هو. أولا، الأدب كما عرفه الكتاب هو له تعريفان في هذه المذكرة. المذكرة عندنا الآن تعريفان نتطرق لهما: تعريفان للفن، تعريفان للأدب، وتعريفان للتذوق الأدبي. نأتي إلى التعريف الأول للأدب. الأدب شو هو الأدب؟ الأدب ما هو الأدب؟ الأدب هو كافة الآثار اللغوية
التي تثير إحساسات جمالية وانفعالات عاطفية. التعريف الأول للأدب هو كافة الآثار اللغوية التي تثير إحساسات جمالية وانفعالات عاطفية. كذلك عرف التعريف آخر للأدب. ما هو الأدب؟ هو الكلام الجيد من الشعر أو النثر الذي يثير شعور المتلقي. هو الكلام الأدب هو الكلام الجيد من الشعر أو النثر الذي يثير شعور المتلقي قارئاً كان أو مستمعاً، ويحدث فيه لذة كاللذة التي تحس عند سماع الغناء أو الموسيقى أو رؤية الجمال. إذن الآن عندنا تعريفين للأدب. التعريف الأول هو كافة الآثار اللغوية التي تثير إحساسات جمالية وانفعالات عاطفية. التعريف الثاني هو الكلام الجيد من الشعر الذي يثير شعور المتلقي قارئاً كان أو مستمعاً، ويحدث به لذة كاللذة التي تحس عند سماع الغناء أو الموسيقى أو رؤية الجمال. هذا بالنسبة لتعريف الأدب. نأتي الآن إلى تعريف التذوق الأدبي. عرفنا الأدب، الآن كيف نتذوق هذا الأدب؟ تعريف التذوق الأدبي كذلك له تعريفان. التعريف الأول هو قدرة التذوق الأدبي. كيف هذا عنده تذوق أدبي؟ لأن قدرة المتعلم على تناول النص، قدرة المتعلم على تناول النص بالتذوق والتحليل من خلال إدراك نواحي الجمال ودقة المعاني وفهم التراكيب ودلالاتها وتحديد قيمة الصور البيانية والتفطن إلى العبارات المبتكرة والتحليل الأسلوبي للنص ونقد عناصر التجربة الشعرية وإقداري على إصدار الأحكام على النص. إذن التذوق الأدبي، ما هو التذوق الأدبي؟ هو قدرة المتعلم على تناول النص الأدبي بالتذوق والتحليل. معنى الشخص عنده قدرة على أن ينقد هذا النص، يعني عنده نص من الشعر، أبيات من الشعر، يستطيع أن يقرأها ويستطيع أن ينقدها، له القدرة على ذلك، يستطيع أن يدرك نواحي الجمال فيها، يحدد الصور البيانية فيها. هذا هو التذوق الأدبي. هذا التعريف الأول. التعريف الثاني للتذوق الأدبي هو الملكة التي يستطيع الإنسان من خلالها الفرد. التذوق الأدبي هو الملكة. ملكة يعني في طبيعة الإنسان، كل إنسان عنده هذه الملكة، الملكة التي يستطيع من خلالها الفرد تقدير الأدب والمفاضلة بين شواهده ونصوصه وعرض عيوبه ومزاياه. التعريف الثاني للتذوق الأدبي هو الملكة التي يستطيع من خلالها الفرد أن يقدر الأدب مفاضلة بين شواهده ونصوص وعرض عيوب إنسان. معناها عنده نص من الشعر، يستطيع هذا بملكته يستطيع أن يفاضل بين نص ونص، ويستطيع أن يصدر على الأحكام، يستطيع أن يعرف العيوب والمزايا. إذن التعريف الثاني للتذوق الأدبي هو الملكة التي يستطيع من خلال الإنسان أو الفرد تقدير الأدب والمفاضلة بين شواهده ونصوصه وعرض عيوبه ومزاياه. نعيد الآن، أولا نعيد تعريف الأدب وتعريف التذوق الأدبي. تعريف الأدب قلنا له تعريفان مثل ما عملنا في المذكرة. تعريف الأدب أولا قدرة المتعلم، تعريف الأدب هو كافة الآثار اللغوية. التعريف الأول كافة الآثار اللغوية التي تثير إحساسات جمالية وانفعالات عاطفية. التعريف الثاني للأدب هو الكلام الجيد من الشعر أو النثر الذي يثير شعور المتلقي قارئا كان مستمعا، ويحدث به لذة كاللذة التي تحس عند سماع الغناء والموسيقى أو رؤية الجمال. كذلك للتذوق الأدبي تعريفان. التعريف الأول للتذوق الأدبي هو قدرة المتعلم على تناول النص الأدبي بالتذوق والتحليل من خلال إدراك نواحي الجمال ودقة المعاني وفهم التراكيب ودلالاتها وتحديد قيمة الصور البيانية والتفطن إلى العبارات المبتكرة والتحليل الأسلوبي للنص ونقد عناصر التجربة الشعرية وإقدار على إصدار الأحكام على النص. التعريف الثاني للتذوق الأدبي هو الملكة التي يستطيع من خلالها الفرد تقدير الأدب والمفاضلة بين شواهده ونصوصه وعرض عيوبه ومزاياه. إذن الآن عرفنا
مفهوم التذوق كلمة عامة، ومعنى الذوق، وعرفنا التذوق الأدبي، مفهوم التذوق الأدبي، وعرفنا الأدب. نأتي الآن شو علاقة التذوق الأدبي أو الأدب بالبلاغة. قبل ما ندخل لهذا الموضوع، أولا لابد أن نعرف البلاغة، أشياء البلاغة، تعريف البلاغة في اللغة وفي الاصطلاح. تعريف كلمة البلاغة لغة، تعريفها في اللغة تدور حول بلاغة، معناها لغة وصول الشيء إلى غايته ونهايته، بلاغة وصول الشيء إلى غايته ونهايته، أو إيصال الشيء إلى غايته ونهايته. تقول بلغ الشيء يبلغ بلوغا وبلاغا إذا وصل وانتهى إلى غايته، وتقول أبلغت الشيء إبلاغا وبلاغا وبلغته تبليغا إذا أوصلته إلى مراده ونهايته. إذن تعريف عام للبلاغة لغة هو وصول الشيء إلى نهايته، بلغه يعني وصل إلى نهايته. إذن البلاغة تعريفها لغة هو وصول الشيء إلى غايته ونهايته. تعريف الاصطلاح، مصطلح عليه العلماء، علماء اللغة. تعريف الاصطلاح عندنا هنا في المذكرة ثلاث تعريفات. تعريف البلاغة اصطلاحا عندنا ثلاث تعريفات، اللي هو تعريف اللغويين القدامى، وتعريف الشاعر علي الجارب، وتعريف التربويين. تعريف اللغة، عفوا، تعريف البلاغة اصطلاحا، اصطلاحا له ثلاث تعريفات: تعريف اللغويين القدامى، تعريف الأستاذ أو الشاعر علي الجارب الكاتب المصري، وتعريف التربويين. نأتي إلى تعريف البلاغة اصطلاحا عند القدامى، عند اللغويين القدامى. يقولون البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى حال من يخاطب به، مطابقة الكلام لمقتضى حال من يخاطب به مع فصاحة مفرداته وجمله وأصابته مواقع الاقتناع من العقل والتأثير من القلب. إذن تعريف البلاغة اصطلاحا عند اللغويين القدامى قالوا هي مطابقة الكلام لمقتضى حال من يخاطب به، مطابقة الكلام لمقتضى حال من يخاطب به مع فصاحة مفرداته، هذا الكلام يكون فصيح في مفرداته وجمله وإصابته مواقع الاقتناع من العقل والتأثير من القلب. التعريف الثاني للبلاغة اصطلاحا للشاعر علي الجارب قال البلاغة هي تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة لها في النفس أثر خلاب مع ملاءمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبون. تعريف الشاعر علي الجارب للبلاغة قال هي تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة لها في النفس أثر خلاب مع ملاءمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبون. التعريف الثالث للبلاغة اصطلاحا هو تعريف التربويين، قالوا البلاغة هي علم يحدد القوانين التي تحكم الأدب والتي ينبغي أن يتبعها الأديب في تنظيم أفكاره وترتيبها وفي اختيار كلماته والتأليف بينها في نسق صوتي معين. تعريف الثالث للبلاغة اصطلاحا تعريف التربويين القدامى، تربويين قالوا هي علم، البلاغة علم يحدد القوانين التي تحكم الأدب والتي ينبغي أن يتبعها الأديب في تنظيم أفكاره، هذه القوانين يتبعها الأديب في تنظيم أفكاره وترتيبه، وكذلك في اختيار كلماته والتأليف بينها في نسق صوتي معين. إذن أنا تعرضنا الآن لتعريف البلاغة اصطلاحا إلى ثلاث تعريفات. أولا تعريف البلاغة لغة، قلنا تعريف البلاغة لغة هي إيصال الشيء إلى غايته أو نهايته، هذه هي البلاغة. بلاغة وصل إلى نهايته يعني بلغ نهايته. التعريف الاصطلاحي له ثلاث تعريفات: تعريف اللغويين القدامى، تعريف الكاتب والشاعر علي الجارب، تعريف التربويين. تعريف اللغويين القدامى قالوا مطابقة الكلام لمقتضى حال من يخاطب به مع
فصاحة مفردات وجمله وإصابة مواقع الاقتناع من العقل والتأثير من القلب. عرفها علي الجارم فتأدية المعنى الجليل واضحة، تأدية المعنى الجليل واضحة بعبارة صحيحة فصيحة لها في النفس أثر خلاب مع ملائمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبون. تعرفها التربويون بأنها علم يحدد القوانين التي تحكم الأدب والتي ينبغي أن يتبعها الأديب في تنظيم أفكاره وترتيبها وفي اختيار كلماته والتأليف بينها في نسق صوتي معين. إذن الآن عرفنا مفهوم البلاغة لغة واصطلاحا. نأتي الآن إلى أهمية البلاغة في التذوق الأدبي. أهمية البلاغة في التذوق الأدبي. للبلاغة أهمية كبيرة في التذوق الأدبي. البلاغة لها أهمية في التذوق الأدبي. الصور البلاغية والبيانية التي نجدها في نص شعري، هذه الصور البيانية البلاغة لها دور فيها. أولا البلاغة أهمية في التذوق الأدبي اللي هي تتمثل في تربية القدرة على الإحساس بعناصر الجمال. أهمية البلاغة في التذوق الأدبي هي تربية القدرة على الإحساس بعناصر الجمال الأدبي في النصوص الأدبية الرفيعة. الأهمية الثانية تربية القدرة على فهمها وتذوقها وعلى محاكاة بعضها في إنشاء الكلام، والقدرة على الإبداع والابتكار لدى الذين يملكون في طرهم استعداد شيء من ذلك. الثالثة، الأهمية الثالثة لأهمية البلاغة في التذوق الأدبي هي قدرة الطلاب على التذوق الأدبي للنصوص الأدبية. قدرة الطلاب على التذوق الأدبي للنصوص الأدبية واكتساب المتعة والسرور عند قراءتها وتمدهم بمعايير الحكم على الإنتاج الأدبي ومقومات الجمال الفني والمهارات التي يمتاز بها الأديب. مما سبق شرحه يتضح لنا أن البلاغة لها أهمية كبيرة باعتبارها وسيلة لا بد منها لتذوق الجمال الفني. لا بد منها لتذوق الجمال الفني في الإنتاج الأدبي. لذلك نجد أن خير دليل على أهمية البلاغة، خير دليل على أهمية البلاغة ومنزلتها العظيمة التي لا تدانيها منزلة فن آخر ولا تدانيها منزلة فن آخر من فنون العربية، من أن المعجزة الكبرى لدينا وهي القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه من البلاغة وهو إعجاز بلاغي وبياني فوق طاقة جميع البشر مهما وصلت بلاغتهم وفصاحتهم. وصدق القائل سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن من خلال الشرح المختصر جدا لهذه المحاضرة تعرفنا الآن على مفهوم التذوق والتذوق الأدبي، وعرفنا معنى الأدب والعلاقة بين الأدب والتذوق، وعرفنا تعريف البلاغة لغة واصطلاحا، كما عرفنا أهمية البلاغة في التذوق الأدبي. الآن نأتي إلى المناقشة، مناقشة المحاضرة.